المحاضرة القادمة راح تكون عن برنامج تعلم طريقة بريل العربي المطور للمبصرين إلكترونيا، راح تقدمها الأخت وفاء الصالح من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. طبعا الأخت حاصلة على ماجستير في وسائل وتقنيات التعليم، عنوان الرسالة في الماجستير أثر استخدام الفيديو التعليمي المهيئ بالأهداف التعليمية والأسئلة القبلية على تحصيل طالبات قسم التربية الخاصة، وحاصلة على دكتوراه في مناهج وطرق التدريس وسائل وتكنولوجيا التعليم من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض. عنوان رسالة فعالية برنامج تعليمي حاسوبي في تنمية بعض المهارات الحاسوبية ووجهة الضبط لدى التلميذات المعاقات بصريا في المرحلة المتوسطة بمعهد النور بالرياض. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا جزيلا للجنة المنظمة لهذا المؤتمر وعلى الأوراق العمل التي استمتعنا بحضورها على مدى الأيام السابقة. أرجو من الله تعالى أن يوفقنا ونستفيد إن شاء الله من هذه المحاضرات ومن هذه التطبيقات الخاصة بتكنولوجيا التعليم. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للرئيس العام للجنة التنظيمية لهذا المؤتمر، وأتوجه بالشكر الجزيل للدولة المستضيفة لهذا المؤتمر العالمي. ونبدأ الآن بما يتعلق بهذه الورقة المقدمة، هي امتداد لعملنا في مجال البرمجيات التعليمية أو السوفتوير الخاص بالمعاقين بصريا. طبعا على بعد ما سمعت التقديم تفضل به سعادة رئيس الجلسة، فيما يتعلق باهتمام أو مجال اهتمامي في إعداد برمجيات تعليمية خاصة لذوي الإعاقة البصرية. كانت رسالة الدكتوراه عن إعداد برمجية خاصة بتعليم المعاقين بصريا طريقة الطباعة باللمس، الطباعة السريعة باللمس على الكيبورد أو الكيبورد بطريقة التاتش، يعني بطريقة التاتش بدون ما يستخدموا اللي هو برايل. فهذه وكانت برمجية تعتمد على الجانب السمعي. امتدادا للمشاريع المتعلقة بهذه بإعداد سوفت وير خاص للمعاقين بصريا وذوي الإعاقة البصرية، بدأنا بإعداد هذه البرمجية. طبعا البرمجية الأولى كانت اللي هي تعليمهم بشكل كامل عن مبادئ الحاسب عن طريقة إعداد الطرق منظمة بطريقة منهجية منظمة. انتقلنا بعد كذا بالاهتمام إلى مدى هذا بجانب المعاقين بصريين، هذا اهتمامي. جينا احنا في واقع العمل، انا الان مشرفه كنت مسؤوله عن في الاشراف التربوي، ننزل ميداني، بننزل مع الطلاب في الميدان، مع المشرفين، مع المعلمين بجميع الاعاقات، بما ان تخصصي تربيه خاصه في بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في التقنيات. فكنا ننزل بالواقع وبنشوف الواقع المشاهد في استخدام التكنولوجيا في الواقع العملي. طبعا للاسف احنا في معاهدنا او في برامجنا بشكل عام نقتصر او ما نجد هذه التقنيه موجوده متوفره دائما. فبدأنا بهذا المنطلق الاهتمام في مجالين، مجال الإعاقة ومجال المعلم، يعني احنا على الناحيتين نحاول نوجد طريقة لتساعد هؤلاء في الوصول إلى المعلومة بأقصر وقت يعني بطريقة واضحة وبطريقة مقننة وبطريقة تبقي أثر التدريب. بدأنا بتفكير بإعداد برمجية طبعا من واقع العمل المشاهد لي أنا والباحثين. أنا أعمل في مجال الإشراف، بعدين انتقلت إلى إدارة العامة للتربية الخاصة، بعدين الآن مسؤولة عن وحدة البحوث في وزارة التربية والتعليم وليست في جامعة الملك سعود. الدكتور عبد الملك السلمان من جامعة الملك سعود هو الشريك والمشرف العام على رسالتي في الدكتوراه، أنا وياه شركاء في إعداد هذه الورقة. ننتقل إلى الورقة الأساسية. من واقع المشاهد في تعليم اللي هو المعلمين ذوي الإعاقة، المعلمين التعليم العام أو المعلمين يتعاملوا مع ذوي الإعاقة البصرية في الواقع سواء في المعاهد أو في برامج الدمج، نجد أنهم معلمين يا من تخصصهم تربية خاصة أو تخصصهم تعليم عام. التربية الخاصة بيتناولوا بالطلاب اللي هم في المرحلة الابتدائية، بعد كذا في المتوسطة والثانوية نجد المعلمين من التعليم العام الذين لم يمروا بخبرات سابقة في التعامل مع الإعاقة البصرية. وطبعا احنا عارفين جانب الإعاقة البصرية يتطلب ايش؟ يتطلب التعامل مع بطريقة برايل اللي هي الطريقة الأساسية في تعليم ذوي الإعاقة البصرية.
فمن الواقع المشاهد كنا ناخذ هؤلاء المعلمين نعملهم دورات تدريبية على إعداد أو طريقة إبراي. أثر التعلم ما يبقى، يعني ممكن تكون الدورة مدتها أسبوعين 3 أسابيع، فبالتالي المعلم يتلقى هذا التدريب ولا يبقى أثر. فكانت الفكرة بإعداد برمجية تساعد هذا المعلم أو أي أحد يتعامل مع المعاقين بصرياً في أنه يستمر أثر التدريب ويظل معه هذه البرمجية تستخدمها متى ما أراد بتعلم طريقة برايل. هذه الفكرة الأساسية التي احنا واجهناها، أولاً المهتمين بمجال المعاقين، المعلمين، الطلاب اللي في التربية الخاصة اللي في الجامعة اللي بياخذوا مسار برايل، أو هو طبعاً مسار أساسي في أي قسم من أقسام التربية الخاصة. بدأنا بفكرة اللي هو البرنامج، أو يتركز البرنامج على إعداد برمجية تعليمية أو برنامج تعليمي إلكتروني لطريقة برايل المعرب اللي هي آخر ما توصل إليه اختصارات برايل. طبعاً برايل أنتم عارفين مر بمراحل متعددة إلى أن وصل إلى برايل المطور. البرايل المطور هذه هي فيها جميع الكلمات والاختصارات، آخر ما توصل إليه هي النسخة النهائية حاولنا إيجادها في هذا البرنامج. طبعاً بالبحث والتقصي عن دراسات سابقة عن هذا الموضوع، البرامج العربية لا توجد برامج عربية تتعلق بهذا الموضوع اللي هو إعداد برمجية خاصة بتعليم طريقة برايل. البرامج الأجنبية وجدنا فقط دراستين، دراسة اللي هو كبرمان عام 1996 تناولت إعداد برنامج تعليمي حاسوبي لتعليم طريقة برايل واختصاراتها باللغة الإنجليزية، ودراسة ويل عام 1995 تناولت إعداد برنامج معلم برايل وهو دليل تعليمي مصمم للاستخدام على أجهزة الاي بي ام. يوجد من هذا البرنامج نسختين، أحدهما للمبصرين والآخر للمكفوفين. هذه الدراسات الأجنبية الوحيدة اللي حصلناها تتعلق أو تتناول هذا الموضوع. إذا ركزنا في هذه الدراسة على تصميم البرنامج التعليمي الإلكتروني لتعلم طريقة برايل العربي المطور للمبصرين، يسهم في إعداد المعلمين والمهتمين بتعلم طريقة برايل الإلكترونية. مما يتكون هذا البرنامج؟ يتكون هذا البرنامج من أولاً قائمة بالدروس لتعليم منهج متكامل لنظام برايل العربي. طبعاً أنتم عارفين إيش مكونات هذا، يعني مكونات الدروس برايل اللي هي الرموز الأساسية، الاختصارات، اختصار الكلمات والجمل، الرياضيات، طبعاً جميع رموز الرياضيات، العلوم الطبيعية، جميع أشكال ومعادلات العلوم الطبيعية، الحاسب الآلي بجميع الرموز وأشكال الحاسب الآلي. ثاني حاجة، طبعاً هذه مجمل الدروس، ثاني حاجة اللي هي قائمة بالتدريبات. التدريبات ماذا نعني بها؟ نعني فيها تدريبات مكثفة للمتدربين لحفظ جميع أشكال برايل. هذا قائمة التدريبات. بعد ما يمر المتدرب، أول شيء يبتدي المتدرب يأخذ قائمة الدروس ينتقل إلى التدريب، بعد ما ينتقل من التدريب يخضع إلى الاختبارات. الاختبارات هي عبارة عن مجموعة من المستويات، احنا عملناها تقريبا في 5 مستويات، هذه تؤهل الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر إلى أن يصل إلى المستوى الخامس وهو آخر مرحلة. رابعاً نتائج المتدربين، طبعاً يحفظ البرنامج، تحديد مستوى المتدرب الذي تعلم. طبعاً حننتقل إحنا في أثناء الشرح اللي شاشاته حتتحتل، يعني حتيجي الآن بطريقة شرح مفصلة، يعني نشوف فيها كيف طريقة حفظ البرنامج للمتدرب باسمه وبتاريخ دخوله، تاريخ خروجه من البرنامج، مراحل تطوره، كل هذه حتكون في قائمة اللي نتائج المتدربين. طبعاً الدراسة هذه تتبع كعادة أي برنامج تعليمي يخضع في تكنولوجيا التعليم، احنا عارفين أنه تتبع منهج النظم اللي هي The Systemic Approach الخاص اللي هو كمنهج أساسي في تصميم أي برنامج تعليمي إلكتروني. هذا المنهج يشمل تصميم وتنفيذ النموذج المقترح، طبعاً احنا دائماً نبني برامجنا في اقتراح أي برنامج تعليمي على نموذج مقترح لبناء هذا البرنامج التعليمي الإلكتروني وفق منهج النظم. طبعاً يحتوي على 5 مراحل كما احنا عارفين، أي أخصائي في تكنولوجيا التعليم يعرف مراحل إعداد النماذج الخاصة بالتصميم. المرحلة الأولى كانت الدراسة والتحليل اللي احنا تكلمنا عنها في البداية، اللي هي خضوعنا لوضع الوضع الحاصل، لماذا نحتاج هذا البرنامج، ما هي أهميته، هل في دراسات سابقة، نفس المتلقين، كل هذه الأمور خضعنا للدراسة والتحليل. بعد كذا انتقلنا إلى مرحلة، وطبعاً صياغة الأهداف ومحتوى البرنامج كان هذه كلها في المرحلة الأولى اللي هي الدراسة والتحليل. المرحلة الثانية اللي هي التصميم.
التصميم يشتمل على مرحلتين أساسيات، ما راح نتكلم عن هذه الأمور اللي هي فقط تصميم تربوي وتصميم فني. التصميم التربوي زي ما هم انتم شايفين أهداف، عناصر، إعداد شروح درس، تصميم أدوات التقويم، تصميم وإدارة العملية التعليمية. التصميم الفني للبرنامج اللي هو يشتمل على 3 مراحل أساسية: تصميم السيناريو البرنامج التعليم الإلكتروني، تصميم خرائط التدفق، تصميم شاشات البرنامج، وإحنا هنتكلم عنها بالتفصيل الآن. المرحلة الثالثة التطوير، المرحلة الرابعة التنفيذ، المرحلة الخامسة الاستخدام. إحنا الآن في المرحلة الثالثة اللي هي التطوير، لم نصل إلى مرحلة التطبيق الميداني ولم نصل إلى مرحلة الاستخدام بشكل شائع. وليش وصلنا؟ ليش وصلنا لمرحلة التطوير؟ البرنامج عمره 2 شهر تقريبا أو 3 أشهر ما يتعداها كإنتاج. فالآن إحنا في مجال تطبيقه على عينة، هذا العينة بتتجاوز ما بين 5 إلى 8 أشخاص من مختلف المستويات، سواء معلمين أو أهالي أو أولياء أمور أو طلاب عاديين، طلاب الجامعة. فإحنا بنطبق عليهم البرنامج الآن لنشوف مدى يعني أولا الوقت المستغرق، الصعوبات اللي نواجهها في هذا البرنامج، ما هي الصعوبات اللي واجهها المتدرب. كل هذا الآن حتعطينا فيدباك على أساس نحاول نطور البرنامج. زي ما قلت لكم إحنا الآن في شغل التطوير وليس في الإنتاج النهائي أو الشامل أو الاستخدام الميداني، لأنه إن شاء الله حتكون النتيجة بعد كذا على أنه البرنامج يستخدم في جميع المعاهد والجامعات أو من يحتاج هذا البرنامج، ويمكن نفكر كمان نوضع أونلاين. فالآن تصميم البرنامج التعليمي، ناخذ فكرة عن البرنامج اللي هي أول حاجة شاشة الدخول إلى البرنامج. طبعا كما زي أنتم شايفين اسم المستخدم، يضع المستخدم اسمه، كلمة المرور، يعمل دخول إلى البرنامج، وبعد كذا ينهي خروج نهائي من البرنامج. الشاشات الرئيسية تشتمل الشاشة الأولى لما يدخل المستخدم البرنامج، فيها قائمة الدروس. طبعا زي ما انتم شايفين القائمة، قائمة التدريبات، الاختبارات، نتائج المتدربين، إضافة وتعديل اسم المستخدمين، إعداد الأسئلة الاختبار التي يكون مسؤول عنها المدير النظام أو المسؤول عن النظام. طبعا هذه تكون مفتوحة في يد أي واحد، احنا بنغذي البرنامج زي بنك المعلومات، لكن أي أحد يبغى يضيف أو طبعا حسب طريقة مقننة في إضافة الأسئلة أو استبعادها على حسب سهولتها وصعوبتها. وفي الآخر اللي هو قائمة إعداد البرنامج. شاشة قائمة الدروس تحتوي على زي ما تكلمنا إيش محتويات البرنامج، اللي هو ما هي قائمة اللي هي طريقة برايل أو البرايل المطور، يعتمد على إيش؟ يعتمد على 5 أشياء الأساسية: الرموز، الاختصارات، الرياضيات، العلوم الطبيعية، الحاسب الآلي. أي أيقونة يضغط عليها المستخدم يدخلها ويبتدي في الدرس. دروس برايل العربي المطور تشمل هنا قائمة الدروس اللي هي فيها الرموز الأساسية، تحتوي أول شيء على الحروف الهجائية زي ما أنتم شايفين الآن، الحرف بطريقة عادية، شكل الحرف بطريقة برايل. هنا عندنا لو جينا على الجانب الأيسر اللي هو الخط العادي وما يقابله من شكل برايل، المتعلم يتعلم شكل الحرف بعدين ينتقل للحرف الذي يليه. ممكن يرجع له خيار في الدرس التالي أو الدرس الذي سبقه حسب قدراته، حسب قدرته على التعلم وسرعته. هنا عندنا مدة العرض بالثواني، ما هي المدة المستغرقة لتعلم الشكل حتى المتدرب يشوف نفسه هل هو تطور، هل هو سريع في تعلمه. هنا تقيس المدة اللازمة لتعلم. ينتقل من الكلمة التي تليها، الكلمة التالية، الكلمة السابقة ممكن يرجع لها، إذا له حرية الخروج والدخول بطريقة مرنة جدا. طبعا لما يبغى يخرج من الدرس بشكل عام يطلع من خلال exit، يرجع إلى القائمة الأساسية. عندنا الاختبارات التأهيلية. الاختبارات التأهيلية زي ما قلنا هي 5 مستويات. المستوى الأول يشتمل على جميع الرموز الأساسية. المستوى الثاني هيكون فيه اللي هي الرياضيات، العلوم، الحاسب، إلى أن الاختصارات طبعا، إلى أن يكتمل جميع مواد أو جميع الدروس الخاصة بطريقة برايل المطور. من لن ينتقل من مستوى إلى مستوى إلى أن يحقق النجاح في المستوى الأول. الاختبارات التأهيلية هنا طبعا هذا هي شكل الاختبار، هذه اسم مثلا كلمة إسلام، يختار منها الإجابة الصحيحة له، هنا تحفظ نتائجه انتهت منها. طبعا هنا اختبار وليس تدريب، تدريب انتهى منه، لكن الآن في مرحلة الاختبار الذي يحدد مستوى.
يختار من المستوى الأول، بعد ما يخلص المستوى الأول ينتقل إلى المستوى الثاني، تحفظ نتائجه في قائمة نتائج المتدربين. خلص من هذا المستوى حينتقل إلى المستوى الثاني. تقرير نتائج المتدربين، عندنا تقرير شامل، تقرير بالأخطاء، أو نلغي التقرير يبتدي من أول وجديد، له الحرية. في التقرير الشامل يشتمل على المستوى، رقم السؤال ما هو، ياخذ الإجابات اللي حصل عليها بالخطأ أو الصح، إجابات الصحيح، إجابات المتدرب، الدرجة النهائية اللي حصل عليها، حيعطيه تقرير شامل بالخطأ أو الصواب. إضافة المستخدمين، طبعا احنا البرنامج يتحمل إلى ما لا نهاية، السوفت وير حتكون مفتوحة، ممكن يستخدمها أكثر من شخص، ممكن تنوضع على أكثر من برنامج، يعني الحرية ما راح تكون مقيدة، فإحنا بنحاول تكون السوفت وير يستخدمها أكثر من مستخدم، تنوضع على البرنامج بحيث أنها تكون لها حرية الدخول والخروج لأكثر من مستخدم، لكن بشرط وجود كود للمستخدم باسمه واسم الدخول، وكلها كلمة خاصة فيه، لأنها ترتبط بقاعدة بيانات، هذه قاعدة البيانات حتعطينا برنت كامل بالمتدربين بأسمائهم. طبعا زي ما انتم شايفين، هاتفه، تحويلته، كل حاجة، المعلومات الأساسية كأنه داخل على نظام أساسي، أي نظام يشتمل على جميع المعلومات الخاصة بالمتدربين. في عندنا حرية في تعديل أو في إضافة، يا يكون متدرب جديد أو تعديل عما سبق في بعض المعلومات أو حذف أو حفظ، كل هذه الأشياء موجودة متاحة في البرنامج. لو حبينا نبحث عن اسم مستخدمين، برضو لنا قدرة على البحث في أسماء المستخدمين من خلال هذه القائمة. إضافة أسئلة الاختبار، احنا زي ما قلنا المسؤول عن إضافة أو إدارة النظام قادر على أنه يضيف أسئلة الاختبار. عادة احنا زي بنك المعلومات، هو موجود الأسئلة طبعا بطريقة، احنا زي التوافق والتكامل، يعني بطريقة مقننة درست كيف يغذى هذا البرنامج بالإضافة بالأسئلة الموجودة فيه. أعتقد اللي موجود فيه الآن كافي، لكن لو حبينا نضيف أسئلة متقدمة، طبعا أي كلمات أو إضافة اختصارات أو أي شيء، فممكن لنا الحرية، له الحرية المتدرب إنه، أو سوري، المسؤول عن النظام إنه يضيف. انتهى الوقت. فالمتدرب له الحرية أنه يكون له الدخول للنظام وإضافة أسئلة أو استبعاد أسئلة إذا كانت مثلا تؤثر على وضع المتدرب أو مدى انتقاله إلى الخطوة اللي بعدها. شايفين زي ما أنتم شايفين في إضافة الأسئلة، عندنا بما يتعلق بمحتوى الاختصارات كمثلا كمثال، التصنيف ما هي تحت قائمة أو أي بند اللي هو رموز الاختصارات، مستوى الأول خلص منه حينتقل إلى المستوى الثاني، السؤال ممكن يغير فيه أو يضيف، كل هذه أشكال طبعا برايل اللي هي الإجابات الصحيحة اللي هي ترجمة لهذه الكلمات المعربة. في النهاية أنا البرنامج عندنا فيه حاجتين، البرنامج ممكن يكون مشبوك بطابعة، طابعة سواء طابعة برايل أو طابعة عادية. إذا كان طابعة عادية حيكون المنتج منتج عادي، اللي هو حيكون أي برنت عادي. حيكون لو كانت عندنا طابعة برايل ممكن يكون في المنتج بطريقة برايل. فإذا كمان هو البرنامج يتيح لنا الطباعة في أي من المجالات، سواء في مجال الاختبارات أو في مجال التدريب. فكمان له يعني اللي هو الاوتبوت اللي هو ممكن يكون برنت جاهز. احنا الان ان شاء الله بصدد يعني العمل على يعني انهاء انتاج البرمجيه، الله يسهل ان شاء الله باذن الله، يعني تكتمل اكتمال نهائي، واحنا اي تواصل احنا على استعداد تام للتعامل مع جميع يعني ان شاء الله دول الخليج في توفير هذه البرمجيه، لان اعتقد ان شاء الله هتكون مفيده للميدان في مجال تدريب المعلمين او اي مختصين في التربيه الخاصه في مجال ذوي الاعاقه البصريه وصعوبات التعلم لذوي الاعاقات البصريه. احنا عارفين ان جانب مهم برضو وجود ذوي صعوبات التعلم اللي هم بيواجهون اعاقه بصريه مربوطه بصعوبات التعلم. المعلمين دائما يعني في مجال الاحتياج لأي حاجة جديدة تحاول أن تنقذهم من الواقع اللي هم فيه. شكرا جزيلا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.